مساء الخير عليكم مشاهدينا، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الفني التراثي ألحان عشقناها دائما على قناتكم الثانية دوزم. فن الرويس من الفنون الأمازيغية الأصيلة، هي جزء من تراثنا الفني والحضاري المغربي ومكون أساسي من مكونات هويتنا المغربية المتعددة الروافد. حلقة اليوم عبارة عن حوار فني بين جيلين كيمثلوا غناء وغنى سوس العالمة. كيسعدنا ويشرفنا تكون حاضرة معنا الأيقونة الرئيسة فاطمة تبع مرانت والمجتهدة الرئيسة فاطمة تشتوكت. وصلت البداية مشتركة بين الصوتين في واحدة من روائع الغناء الأمازيغي. مشاهدينا غدا نبقاو مع أول إهداء. I'm gonna be
واحدة من أجمل الأغاني اللي أدتها الفنانة تيحي حيتم قرن، سمعناها بأداء جميل من الرئيسة فاطمة تبع مرانت والرئيسة فاطمة تشتوكت. مرحبا بكم، نهار كبير هذا اللي شفناكم معنا اليوم. لالا فاطمة، هذه القطعة الجميلة اللي سمعناها، وغنطلب منك تاخذ الميكرو. هذه القطعة الجميلة عندها معنى ديالها زوين بزاف. كاين كتقول واخا تضربني بالسيف وما تضربنيش بلسانك او ما تغدرنيش، هذا هو المعنى ديالها الدقيق. شكرا جزيلا لهذا البرنامج اللي استضفناه في هذه اللحظه الجميله، وشكرا لك وشكرا للقناه الثانيه، ونتمنوا ان شاء الله يكونوا برامج على الفن الامازيغي وعلى الثقافه الامازيغيه وعلى الامازيغيه، الكنز ديال البلاد. أكيد. ما خصناش نفرطوا فيها، والتاريخ والحضاره وبزاف ديال المسائل. وبالمناسبه التحيه للاخت والام اللي هي فاطمه تحيحيت، الكبيره فاطمه تحيحيت مجاهد، اللي هي القدوه بالنسبه لنا حنا، والسيده اللي تعلمنا منها الكثير. وكنتمنى لها السعاده، ونتمنى لها ان شاء الله طول العمر. بالنسبه للقصيده كتكلم على يوفيان كيوت نستا الزيت، يعني تا الزيت عرفتي الكميه اللي باش اللي كيقلدوا بها الرجال، يعني الكميه فيها كيتعلق فيها الخنجر هذيك. يعني قال لك تا الزيت، قال لك لما يضربك بتا الزيت ولا يضربك باللسان بشي كلام اللي يعني غيجرحك او غيجرح حبابك، او يعني الجرح ديال اللسان صعيب. لالا فاطمه ياك ام طبيعه الحال، لانه الرسول صلى الله عليه وسلم راهو كيوصي على اللسان، حتى لقوه العلماء اكبر عدو للانسان. كلمه طيبه صدقه. بغيت نسولك لالا فاطمه، مسيره طويله ما شاء الله في مجال الفن. البدايه كانت مع الرئيس جامع الحميدي في مطلع الثمانينات، من بعد اشتغال مع مجموعه اشتوك والرئيس الدمسيري. كانت من بعد انطلاقتك كرئيسه، نبغيك تكلمي لنا على هذه المحطات المهمه في حياتك الفنيه. في الحقيقه انا بديت في الميدان 1983، بديت مع المرحوم الفنان جامع الحميدي، دوزت معه واحد الفتره. من بعد انتقلت للفرقه ديال المرحوم الرئيس سعيد اشتوك، الله يوليهم برحمته ويرحم جميع المؤمنين. ومن بعد انتقلت للفرقه ديال مولاي محمد بن الفقيه، تما يعني عملنا اغاني مشتركه، 11 أغنية مشتركة. يعني بديت ديك الساعة درت ألبوم ديالي خاص يعني في 85. الحمد لله يعني بداية عندي موفقة، لأنني ما أولا قبل كل شيء يعني جات بشوية بشوية، مشات بشكل تدريجي. النجاح ديالك جاء بشكل تدريجي تبارك الله، داكشي علاش المسيره. ولكن في واحد الوقت يعني ماشي ما تعذبتش بزاف في البدايه ديالي الحمد لله، لانني جيت جبت معايا شي حاجه، يعني ماشي يعني جيت انني انا كنت كتبت قصيده الاولى، في قصيده شعريه الاولى ما بين 13 14 سنه من عمري. تبارك الله عليك. فوالا، وملي جيت للميدان جبت جوج قصائد، مي انا ذاك يعني كنغني الاغاني ديال لالا فاطمه تحيت مجاهد، الفنانه ديالنا الكبيره الرقيه الدمسيريه الحاج محمد الدمسيري، يعني دوك القصائد مخبيهم باش يعني ما نحرقهمش، يعني حتى يتسجلوا عاد نغنيهم. الحمد لله صدر ربي وفقني ودرت الالبوم ديالي الجديد في 85. وتبارك الله عليك، كنتي مازال متواجده معنا بقوه، ومسيرتك الفنيه لالا فاطمه هي قصه ملهمه لبزاف ديال الناس اللي باغيين يمتهنوا هذا، نقدروا نقولوا مهنه، لان الفن حتى هو مهنه. وعنوان مسيرتك هو الصبر والمثابره. وفاطمه غدا، فاطمه عندي اليوم فاطمتين من اجمل الفاطمات اللي عندنا. لالا فاطمه تشتكت اليوم بحال اللي قلت لقاء بين جيلين، نبغيو نعرفوا شنو هما الحوايج اللي خديتيهم من لالا فاطمه تبع مرنت واللي مازال كتعلمي منهم. كنشكركم بعدا على هذا اللقاء، كنشكر القناه الثانيه وشكرا على البرنامج.
بالنسبه ليا الحوايج اللي خديتهم من لا فاطمه اش غادي نقول لك، كاين بزاف ديال الحوايج اللي هما فيها ياك، ولكن اللي ما كتقدرش حتى انك تاخذهم. بحال كيعجبني الطريقه باش كدير كتنسق الكلمات ديالها، والطريقه باش يعني باش كتكتب الكلام ديالها والشعر ديالها، ما قدرتش نلقى حتى شي حد اخر يعني صراحه. يحفظها تبارك الله. ما قدرتش نلقى في شي حد اخر يعني، واخا فما بالك في راسي. شي مره تجود عليها بشي قصيده لاله فاطمه ياك؟ هادشي قالت لي وفرحت به بزاف. بالنسبه لي انا هذاك الكلام ديالها هو اللي عنده واحد القيمه عندي. ما قدرتش ان حتى شي حد اخر يعطيني الكلام ديالها، وهو اللي كيعجبني فيها وما نقدرش عليه. فهمتي؟ تبارك الله عليك. هو اكيد ان الاحتكاك بالجيل السابق ما كيزيد الفنان شاب الا خبره وتجربه، وكنشوف هذا الحب باش كتكلمي على لاله فاطمه شيء جميل بزاف، وكنشوفها غير لانني كيفاش يعني كتشوف فيك وانت كتغني بواحد. طبعا احنا كلنا كبرنا مع لاله فاطمه، وكنشوف نظرات الاعجاب والاحترام والحب، هذا شيء جميل بزاف. وغادا نوقفوا مره اخرى لاله فاطمه، هذه المره مع الرئيسه فاطمه تبع مرنت، ونواصل.
هاي اللي أدور يكرو ما داسي درنو لانزل اللي التجور يا غاكاسو لسلفو غيونسي هاي اللي أهن روان الزمان ديسي وجولي لوي أناني كسيراني الروجة موت ميمغي هاي اللي إصلي بليس دميتن غالا إزدامو مني إصلي بليس دميتن غالا إزدامو مني هاي اللي أسيغ أكما يسهر لي سالان لخدم تنسي يعني قيمة انتظر لي تبدو ناس لقيستي هاي اللي أرسنت يكسيني ما كيناش الفيلمي برمز مانا والي تنتوري مزلالي هايلي افرح ابني شوف على غرسي جلي ينغي صوصو طيس في نيت غلي غير ابني غرمما يلوز قلبور مرجان ولا لوب انا يفغن احوك انا يفغنك صوتك راسي اللي فعلك اشكو غرا غرا صور نظم ناظر يخليك انا يعني هلك ربي وراته دو واخا دي سنت مراتش يا يرى ربتي هدو ما داسي السوكر يا وريرين يقول ووالي فول كينار ديك العز يا انتنان يقول ووالي قال عرار ديك العب يا انتنان كرز العرا يا وريسي دونت لي خرج يخطو التجاني احماني صليتي طوطان ارتلت اي غوري قربي دمتي تحيل العيب ولا انشلات اي غاد نكتي العار نسكرتي رادا اتمراتي اللي قالي تسالو يجنويني هاي لي اسنتك ملي قالي ولينو يجنويني هيا كوف تجاري في الممات لي خوفني هاي لي ويلي ترزان ما غنتي سالي غدك كوفني انا ناشكل كراتي نور من سطا ياسني هاي لي اولاين الدراديس كان الله مصلحتي توتي تقوتي غولي نو مش صبر في الصغي هاي لي اوفيغ الهمة سفر اللي كنت سحبني اني تنصبر في الساغني غيمي بنور نسني هاي لي اكا نتجي الخبار اللي في السلمون ناتجي الخبار نفوس مون دي منوي هاي اللي غي كان اير الزمان داسي سسري لوقتي صوص القيس في نيت غير غير في غرمان يلسى قلور مرشان ولا نوب انا يفرن الله هاكو في زوران غل هوا دانكم ناقور نكي الهم اي غي السويد أرى الغطي الله حضور تدنها ومودان لا يلم داني مزلك وينفل نمادير سترس بغزاس ولله الهما يفرل زيط نشاور اللين أيا قمي فاطل خاطري وليكيك اتمنان وليك يلين يا نور راي الراك أريس فيوش يعني سلال هم الشرق المدنة يا الوالي يقصص الله يسيني تغلي غيري بغربنا يلسى كله المرجان ولا نوم أنا يفهم أموت سعد دوني تكون يوم زرحتي أهايلي أموت سعد دوني تكون يوم زرحتي الدورنا تغيروا لي نولا انضراتني هاي لي أدور تغيروا لي نولا انضراتني
أجرنا تغيروا لي نولا انضراتني هايلي أجر تغيروا لي نولا انضراتني إكسوز الله يسيني تغيلي غيبي غرمانا إدوسا كلهم مرشان ولا لوبا كل المرجان ولا اللوبة لا يفادني يكسوز الله يسفل يزغل يغيب يغربنا يكسى كل المرجان ولا اللوبة لا يفادني يكسوز الله يسفل يزغل يغيب الجمال والبهاء هو العنوان اللي ممكن نعطيه لهذه الوصلة الغنائية الجميلة وهذه اللوحة الفنية اللي هدت لنا الرئيسة فاطمة تبع مرانت. بغيت غير نقول لك شوف كيفاش تبورشت شفت هذه اللوحة الجميلة بكل صدق أديتيها وبكل قوة وعنفوان ما شاء الله عليك لا فاطمة. لا فاطمة ملي ظهرتي أول مرة كنت شاعرة والفنانة الحاملة القضية، أنت فنانة عندك رسالة، شنو يمكن لك تقولي لنا اليوم؟ شكرا جزيلا. تنقول لك يعني انا كبرت كنت صنت للرواد اللي يعني استفدنا منهم من ناحيه ديال حب الهويه والثقافه والتاريخ، كمثلا الحاج محمد بن الحسن الدمسيري كاستاذنا الكبير استاذ عمور مبارك. يعني من بعد انا يعني تلاقيت انا مع الحركه الامازيغيه في 91 منذ بدايه الفرقه الموسيقيه. بهذه المناسبه تحيه للموسيقيين ديالنا وكنشكركم بزاف، وتحيه حتى للسيدات اللي عطاونا هذيك اللوحه اللي كملت جمال اللوحه الفنيه ديالك. يا سلام، تحيه خاصه لهم البنات اللي دايرين معنا الرقص. يعني فن في الحقيقه رساله، الفن هو رساله، يعني لكل فنان ملتزم رساله. يعني ملي تلاقيت مع الحركه الامازيغيه اكتشفت الهويه ديالي، اكتشفت روحي، اكتشفت شكون انا، يعني اكتشفت التاريخ ديال جدودي، حسيت بالوجود ديالي متكامل. كنت انا داك تلاقيت مع الحركه الامازيغيه مع الجمعيات الامازيغيه التبادل الثقافي، تمسمونت جمعيه تماينوت، الجمعيه الجامعه الصيفيه، الناس المثقفون الامازيغ اللي سبقونا لذاك الميدان اللي هو ديال النضال وديال هنا اكتشفت شي مسائل اخرين. قريت يعني انا مبليه بالاستاذ محمد شفيق، كنطلب صدر ربي يجعل البركه في عمره، تحياتي ليه. يعني قريت 44 درس من اللغه الامازيغيه، 33 قرن في التاريخ الامازيغيه، كيعطيني شي حاجه اللي هي روحانيه كنحس بها. من تما يعني بديت كنكتب يعني
قصائد على هذا الموضوع ديال الأمازيغية في شمال إفريقيا مثلا، يعني ماشي فقط في المغرب، لأنها الأمازيغية ماشي فقط في المغرب ولكن في شمال إفريقيا ككل. تبارك الله عليك، كنشوفوا هذا الحماس باش كتكلمي للا فاطمة، ما يمكن إلا كيعكس الإيمان القوي بالأفكار، هذه الأفكار اللي خلوك على مفارقة في في في, في الغناء الأمازيغي. تشتوك الفن الأمازيغي سوسي عطى أسماء كثيرة، سواء الرويس أو الرئيسات، أنت ما شاء الله من الشباب اللي اهتموا واختاروا هذا الفن، شنو هي شنو كتحاولي تديري ولا الإضافة ديالك لهذا الفن هذا باش كتميزي؟ بالنسبة للإضافة ديالي في الفن، يعني أنا الفن ديال الترويسيت كنشوف أنه ما خصوش أنه يتزادوا عليه شي إضافات، بالعكس كنحس باللي الروح ديالي هو يعني اختاريته كما هو، فهمتي؟ أصلته بسطته، ممكن أنني نزيد فيه ولكن غنخسره، لأن علاش ما زادوش فيه الناس اللي قبل مني، علاش ما زادت فيه الفنانة طبعا عمران؟ يعني هي عطت واحد الحاجة، أن عطت رسالة وعطت شي حاجة اللي هي هادفة، يعني خص إلا غادي نغير ما غاديش نغير في في المضمون. بغيت تقول أنك بحال يقدر أنني نحاول أنني نوصلت أنا شي رسالة، يقدر أنني نحاول أنني نخلي البصمة ديالي بشي طريقة اللي هي في الكلام، يقدر أنني نخلي شي ديسك اللي غادي يكون يعني تكون عنده معنى، تكون عنده قيمة، تكون رغم أنني درت شي ديسك بحال تمازيغ تيمي، بحال يعني خليت بهم واحد البصمة ديالي، ولكن كنتمنى أنني نزيد شي أغاني أخرين، ولكن بالنسبة للستيل ما كنتمناش أنني نبدله. ولكن ما بغيتيش تقولي لنا شنو كتعلمي واحد الآلة؟ ما تعلنيش عليها شنو هي، ولكن قلتي لي كتعلمي آلة من الآلات. تعلمت ليها ولكن مازال ما زعمتش أنني إن شاء الله المرة الجاية نشوفك تغني بالآلة ديالك إن شاء الله. فاطمة تشتوك تبارك الله عليك، والاجتهاد ديالك والمثابرة ديالك كنعرفوه دائما، وغادي نلمسوا حالا بصمتك الخاصة في الفن الأمازيغي. مشاهدينا غادي نبقاو مع وصلة فنية أخرى مع الفنانة فاطمة تشتوك ونواصل. Thank you.
الرئيسة فاطمة تشتوكت على خطى الرئيسة الكبار، عطتنا لوحة فنية جميلة، وكيف كنقولوا من سارة على الدرب وصل، تبارك الله عليك فاطمة. لالا فاطمة تبع مرانت، كيف جاتك فاطمة تشتوكت؟ فاطمة تشتوكت يعني صوت جميل، عندها ما تعطي، يعني عندها مستقبل. ورغم فاطمة تشتوكت ماشي مثلا يعني عاد بدات لانها دارت الجمهور ديالها ونجرات الطريق اللي تيكون يعني اللي هو خاص بها، وكاينين حتى الشباب الاخرين الفنانات الجداد اللي جاوا كيقلدوا فاطمة تشتوكت، يعني عندها المكانة ديالها. وعزيزة عليا فاطمة لانها قلبها بيض وكتبغي تعلم، كتبغي تعرف داك الشيء اللي يعني ما كتعرفوش، كدير البحث ديالها. نصيحتك ليها لفاطمة، شنو هي النصيحة اللي تعطي لفاطمة تشتوكت؟ النصيحة اللي نعطي للفنانة فاطمة تشتوكت ولا حتى يعني الشباب بصفة عامة، ولكن فاطمة تشتوكت هي اللي حدايا دابا قريبة ليها تشدها، الله يحفظك يا بنتي، الله يحفظك. يعني هو الاعتماد على يعني الحفاظ على الاصل، كما عندها الوعي بهذه النقطة، والمضمون ديال يعني القصيدة تشد واحد المكانة ديالها، أنه ملي كنشوفوا الفن الحالي عبر العالم، ماشي فقط يعني في بلادنا ولا في الأمازيغية ولا في العربية ولا في، يعني عندنا دابا المشكل ديال التوقيت بحكم الناس خدامة مع المواقع الإلكترونية. المواقع الإلكترونية كتبغي واحد الوقت محدد وقليل، يعني هنا الفنان ما يقدر يعطي والو بهذه الطريقه هذه، ولكن كيخصنا نفرضوا الوجود ديالنا باش القصيده يعني تكون الاغنيه تكون فيها قصيده. انه الا جينا نشوفوا المستقبل راه ما غيكونوا مازال الدواوين الشعريه بهذه الطريقه الا بقينا هكذا. متفقه معك لا فاطمه، هذه نصيحه وكلام من ذهب وخصو يبقى راسخ في الذهن ديالك فاطمه تشتوك. قلت لك حتى انا متفقه معك. فاطمه تشتوك، شنو هي المواضيع اللي كتبغي تغني عليها؟ صراحه على الامازيغيه كنرتاح انني نغني عليها بزاف، وداك الشيء علاش كتلقيني في الاغلبيه ديال ملي كنسالي الديسك ديالي وكنغني كتلقيني كنغني الديسك ديال لفاطيم كثر، وما كتقولش لي حتى شي حاجه يعني عزيز عليا انني نغني الديسك ديالها، وكنرتاح فيهم لان فيهم واحد المعنى، كنلتمس فيهم شي حوايج اللي انا بغيتهم فهمتي، وكنتمنى انهم يكونوا عندي، وكان على المراه وعلى المجتمع وعلى حتى هما عزيز عليا. ما شاء الله عليك، اعمالك مميزه وفضلها وصلتي للجمهور واسع داخل وخارج المغرب. كنغني عليه شويه ولكن حتى الحب زعما كنغني عليه، ولكن اللي كيعجبني هو الامازيغيه وعلى المواضيع. هو اللي كترتاحي فيه فاطمه. لالا فاطمه، انت معروفه طبعا بالمواضيع الملتزمه في الغناء، بغيناك تكلمينا على هذا الامر. في الحقيقه انا كنختار واحد المجموعه من المواضيع اللي هي يعني اجتماعيه، ثقافيه، دينيه، يعني هادو يعني حتى يعني اغاني على حب الوطن، اغاني على التربيه ديال الطفل، التوعيه ديال المراه وحقوقها، انه المراه يعني كيخصها يعني نخدموا على الموضوع ديال المراه في بلادنا، انه اذا كان مجتمع جسد راه غادي تكون المراه قلب هذا الجسد. تبارك الله عليك لالا فاطمه، انت هاد الافكار ديالك وهاد الالتزام ديالك هو اللي خلاك وجعل منك حاله خاصه في الغناء الامازيغي. كنفتخروا بك كمراه امازيغيه مغربيه. غادي نبقاو دائما مع الغناء، وهاد المره مع لالا فاطمه تبع مرانت، ونواصل. Thank you.
عيون قد شمعت مرقص يغمز لالي واري غادة من سيسفي والهوى غيد لسني شمعت مرقص يغمز لالي واري غادة من سيسفي الهوى غيد لسني أني غولاوي اللي كان عيد الهماد العقلي أداول ستوغ الهمز ومرقد أميد نحيلي أداول ستوغ الهمز ومرقد أميد نحيلي تفقت وصل عيد مزرعت واد ننجي أتوسيت اللي تزلع ما كنت زرب نشوري اللون النميقة وحدة إزري الداد ننجي الله عونا واللي بضان انت وزاقر ولي أروق أنت لا تلعود أشكد لك مثل فخر أشكد لك مثل فخري بالحق واللي ردك يقضو يستاهل لكني الله يستاهل ينقيك بذلال واكواك دوني تفتح الله يستاهل سان واسم زاد قوسان واكواك دوني تفتح أهليلي أتمير تلقضي بحيكي أتمير تيجيكي سفني أتمير تلقلب سيس نقع زود يا الكتابي ترسني أوانتني رانكي صغري أوانا يكبرنا توري غري أسني فوق العزة سيسي والله أرضى مزغى دارين وي والنين يوفاني بيدني يا نوري تماغل دادر صونتي ولا قيس الهمة دفونتي أغارف لان الصوصيك يخفي يا نوري تماغل دادر صونتي ولا قيس الهمة دفونتي غار أفلاك الزوزيك يلسي أباب العروري هويني وشيخ أخسانا ضربوني لسي وشيخ أخسانا ضربوني لسي صبر فربين نيجي أولي غير السعر لحيا ريتاتي ولي الله عونا تلي كرزم قرن تريقا قيني يقلسي سنتي زد ولي في فولات تريدي كلنا يا سياتي طيا هنت ولا ترونتي الصدر كل نمون أشكو يرقاز سقني الدغر كسيمي كلهم أشكو هاني درنا نغي نكيس العشوري نقطني سنفوه اللي بالنقصي أتلي قام لحور تورد انت تريق أمينسي هيا فولكي كسد بي الغنقرتني كويننسي سلمي هي انا غيوقرنا تغيم لي هي انا غيوقرنا تغيم لي
اديني غدي في الله مسلمي نكيس لكي برغوك ينوي غدا يا غيو قرنا جاغي مني احوك عن الصيوك ينوي يربي في كغسيتي نقتي اما غيختو في تاتاك نسلي اواليني والله غنسلي ادي الناس نغوري جلونتي يسير انسكي لانتا غنسلي اوان نورو قرغا قرنا نغي ايا نور نوفي رادا غفني تيمي ترغي كتدي وينتي اوانا نيوسين القدام نسلمونات لخاطري اوانا نمون القدام نسلمونات لخاطري الله يزدا تزانو يزما زادك وسان رئيسة تبع مرانت بحضور قوي ومميز في حلقة اليوم من ألحان عشقناها تبارك الله عليك متعتينا أعطيتينا هرمون سعادة في هذه الحلقة هذه للا فاطمة كنشوفوا هذا الأداء الجميل والقوي وهذا الرقة وفي نفس الوقت القوة باش كتغني شيء فعلا كيخلينا نشعروا بالفخر الانتماء لهذا الوطن للا تشتكت تقريبا هذه 16 سنة في المجال الفني كتبان صغيرة بزاف على هذا على هذه المسيرة البداية كانت بعد النجاح في مسابقة غنائية في إحدى الإذاعات الخاصة واليوم يمكن نقول أنك غنيتي في كل المهرجانات في المغرب وغنيتي في العديد من الملتقيات والمهرجانات خارج المغرب إلا بغيناك تهضري لنا على تجربتك الفنية لحد الآن شنو يمكن لك تقولي بالنسبة لي يعني بيت ما أكثر ولكن بيت ندير زعما بيت نوصل لشي حاجة أكثر ولكن كتبان لي المسيرة الفنية ديالي الحمد لله يعني دازت زوينة وشقيت بها بلدان اللي ما كنتش كنفكر أنني نشقهم كاع يعني مشيت بها لبلايص بعاد على الفكر ديالي كيفما كان بحال كيغالي بحال يعني كاينين شي دول في افريقيا ما نقدرش نعقل على السميات ديالهم ولكن المهم وصلني لهم شنو اللي وصلني الفن ديالي وصلني الثقافه ديالي انني نوريها للناس يعني الناس كيحبوا الثقافه المغربيه بزاف بجميع الالوان ديالها بالامازيغيه بالشعبي باي حاجه يعني كتعجبهم الثقافه ديالنا وكيعيطوا علينا ولينا كان يعني تواصلت مع ناس بزاف وهذا الفن وصلني شي حوايج اللي هما زوينين بزاف انتما فعلا سفراء وسفيرات الفن المغربي شي حوايج اللي هما بزاف كيفرحوني هذه هي الحاجه اللي كتفرحني بزاف والحاجه الثانيه اللي حسيت بانني زعما عطيتها يعني كاينين كما قالت لفاطيم يعني كاينين بنات يلا جاو يعني كيقلدوا فاطمه تشتوك كيقلدوا فاطمه تشتوك تلا في الغناء ديالهم وهذا كيفرحني بزاف داكشي علاش بيت نتشبت بالثقافه ديالي كما هي بيت نتشبت
بالميدان ديال طار رويسيت بالفن ديالو بالالات ديالو بكل شيء، لان كيجيو يعني وليت مدرسه بدون شعور يعني ما تبارك الله عليك، بلا ما ندرسها بلا حتى شي حاجه ما كانش في الفكر ديالي تبارك يعني جاوا ناس اخرين بداو كيقلدوني وداروا الطريق ديالهم بحال ديالي، يعني كون كنت كندير شي حاجه اخرى وكنت كنخرج من ستيل ديال الروايس هذه يقدر انني نجرهم. تمري مرور الكرام، فعلا متفقه معك اللي يقدر انني نجر معايا هذا الجيل اللي جا دابا وكيعشق فاطمه تشتوك. هذا الشيء كيطمئن لفاطمة على الخلف. الا بغينا نسولوا على الجيل القادم، واش مطمئنين على الخلف لفاطمة؟ في الحقيقة أنا كنت شبت بالأصلة، يعني بالنسبة للجيل الحالي والجيل القادم كيخصهم التشابت بالأصلة، يعني ملي كانت صنتو مثلا الأستاذ عموري مبارك كنلقاوه كيغني وكيدير وكيستعمل الآلات غربية وكيستعمل، ولكن عمرو ما فرط في ديك التشابت بالأصل. يعني الى الانسان عنده الوعي باعتزاز بالاصل يعني يقدر يدير اللي يبغى، هو حر فيه. غير كما بغيت نوصل للشباب هو تكون الكلمه هي سيده الموقف في الفن، هذا هو المهم. وكيف ذكرت لاله فاطمه في البدايه، هو الصبر هو اللي خصو يكون الرفيق ديال الفنان في المسيره ديالو الفنيه، لان حب الانتشار بسرعه يقدر يجي ولكن ما غادا تحافظش على الاصاله. وحنا المغزى ديالنا والمراد ديالنا هو اننا نحافظوا على التراث ديالنا. نتمناو طبعا لهذا الفن الازدهار ان شاء الله ويبقى دائما كيف ما عهدناه كيفرحنا وكيسعدنا. مشاهدينا وقفه اخرى هذه المره مع الرئيسة الجميلة فاطمة تشتوكت. القرف الناس اختسد ولكي واسمونك القرف الناس اختسد ولكي واختيك
معايا نيغاك فالاخبار يزريك السكت
الفنان اللي كيحب المهنة ديالو أكيد أنه كيعطيها بكل سخاء وكيعطيها كل ما عنده. والرئيسة الجميلة فاطمة تشتوك سعطتنا أجمل أغانيها عطاها الله الصحة. مشاهدينا كيف ما العادة دائما الأوقات معكم كتدوز بسرعة. كنا جد سعداء نصدفوا الأيقونة الرئيسة فاطمة تبع مرانت والرئيسة الجميلة فاطمة تشتوك. البداية كانت بحوار بين الجيلين والختم حتى هو غادي نختمه بأداء مشترك بين الفنانتين. مشاهدينا ما بقى لي إلا أنني نقول لكم انتظرونا في عدد جديد من برنامجكم ألحان عشقناها. يربى العين هتسوق قوتي جوانا يكاد لحمة فلان يقلواني كدي قل يكاد لحمة فلان يقلواني كدي قل نكلا نختام يجاري فن ورشي غور سوي غزو ما قبل الوقت مدام نخسر بلا حق وداد نجلا ننغ ركات غاي اللي غرمي غاوي غدا مرق مدام نخسر بلي غيموت العهد يكمل هداك الهم من وزورا غيخسا يقول رمل هداك الهم من وزورا غيخسا يقول رمل زورك ساغي قلنا ولا ساسغي قل تسأل وتسأل وتلاقيك مني لسم غزمت تفاسين وتنمت لسم غزمت تفاسين وتنمت لسم غزمت تفاسين وتنمت ماني رادي يا سنكيد لهبالينو غار نتصاصي وانت الدوني جرقي منسل غار نتصاصي وانت الدوني جرقي منسل مدي يرانو لاما في الزايو جموعينو والله نغيط نصاح انتي ويتجميلينو تاوي تجميلين وانا مفيق الخبارينو تسوق كوتي جوان يكاد لحمة فلان يقلواني كدي قلبه